العام اللي فات الرجاء البيضاوي استقدم 4 لاعبين جزائريين، يعني شو هذا المزج اللي داروا؟ هذا العام الوداد أرد له الصرف، جاب زوج لاعبين جزائريين دي جوار اللي عندهم مكانة وعندهم مستوى وعندهم جابوا دراوي وشتي. دراوي أنا كان في سي ار بي، زكريا دراوي كان في شباب بلويزداد ومضى اليوم إلى البارح العقد ديالو ذاك حر، لأنه في الجزائر على بالك يخلصوهم بالشكارة وبعد ما يخلصوه. المهم ما كاينش بروفيسيون، بقى الجوار إلا عندك تخلصو بدون بعد تبيعو، ما كاينش يروح ينتقل الحر هادية باش تخرج الصحراء، ما كاينش. إبا طوميو بور لوي أو مودريه ما تمدوهم له الوداد يديهم ليه. دونك دراوي اللي يلعب مركز وسط ميدان دفاعي دومي ديفونسيف مضى لثلاث مواسم. شوف الناس اللي لها ثلاث مواسم، لو كان غدوة بعد عام عامين يبرز مني ويحب كاش كلوب يشريه في أوروبا، عنده ثلاث مواسم ما هوش هو مدى بيروح الوداد يبيعو يدي مصروف. هكذا الناس خمسان بروفيشناليزم. وزيد يعني بالإضافة إلى زكريا دراوي، الياس الشتي هو ثاني انتقل، يعني مضى في نادي الوداد البيضاوي، وكان جا عمل وقع العقد تاعو مسبقا إلكترونيا بعد في بداية شهر جويلي، وزاد كملت تما باش عمل لحد ديالو العقد تاعو كامل. وكان جا صرح باللي يتمنى يكون فال خير على العائلة الودادية وأنه يقدم ما ينتظر منه الجماهير. ونعرفوا باللي الوداد البيضاوي علاقات جد طيبة مع الأندية الجزائرية، مع اللي لعب مع المولودية في دار البيضاء كان استقبال، يعني يحكيوا لي المسيرين تاع المولودية شيء عجب، بالرغم انه المولودية تقريبا يعني توأم مع الرجاء، يعني في توأمة بين المولودية والرجاء جات من خلال اللاعبين، يعني من خلال الأنصار، كان لاعبين الأنصار هما اللي مدوا هذه الجسور بين نادي مولودية العاصمة ونادي الرجاء البيضاوي. والوداد يعني ثاني مع اليوسما، مع اليوسما كيف كيف كان، يعني شيء عجيب بالشبورتر مع بعضهم وكذا. دائما اللقاءات الكروية بين الجزائر والمغرب سواء على مستوى الأندية وعلى مستوى المنتخبات الوطنية دائما تعطي درس في الروح الرياضية لكل الناس كل عام، خاصة المصريين، خاصة المصريين اللي ما عرفوا تاع النفاق وتاع كذا، ما يعرفوش الأخوه بلي فوتبال ماتش وعدي. شوف رغم الشحنة اللي كاينة، رغم هادو أصحاب الفتنة وكذا، يبقاو دايما الشعوب، لأنه الفوتبال تاع شعوب، تاع شعوب. الجزائر مع المغرب خوا خوا، ربي يقدر الخير لبلادنا، ربي يبعد عليها ولاد الحرام، ربي يعجل برحيل العصابة، عصابة الحرام. نختمو
سارة هذه بالسفر اللي راح يديروا هذا السي تبون في الصين، واللي اليوم راهو بيت في قطر. بعد جيجل نشوفوا موضوعنا الرئيسي ونختموا به.